نعم، بالنسبة للتحقيق، هذا تحقيق مدني وليس تحقيق رسمي، وتقوم به المدعية العامة لولاية نيويورك بشأن مؤسسة ترامب العقارية. وهذه التهم أو هذه الإشكالات كانت قبل تولي ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة، وهي تشير إلى أن مؤسسة ترامب العقارية كانت ترفع من قيمة بعض العقارات أو تخفض من قيمة بعض العقارات لأسباب متعلقة بالضرائب وأسباب متعلقة بالحصول على قروض من بنوك وما إلى ذلك. وهذه هي النقطة التي تحاول من خلالها المدعية العامة لولاية نيويورك التحقيق مع الرئيس السابق دونالد ترامب يعني بخصوصها تلاعب من أجل بالقانون يا الوصول سهيل؟ إلى معلومات حيال ذلك. ولكن يعني التهمة عفوا، هي هل يمكن أن تعيد السؤال؟ التهمة يا سهيل هي التلاعب بالقانون؟ التهمة هي التلاعب بأسعار عقاراته التي يمتلكها، وذلك بهدف التحايل على يعني على مثلا مصلحة الضرائب أو على البنوك بهدف الحصول على قروض من خلال يعني وجود هذه العقارات كرهن مقابل هذه القروض التي أكبر بكثير من قيمة العقار. طيب، فهذه هي يعني يمكن أن نقول أنها تحايل عقاري. تحايل. هذه هي التهمة، التحايل العقاري في ولاية نيويورك. طيب وهذه سهيل، لا علاقة لها بأي تحقيقات تجارية. طيب مفهوم. أنت تفضل. ذكرت الفارق بين التحقيقات المدنية وغيرها، لكن ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية لم يجيب على أسئلة المحققين، أليس كذلك؟ هل من تبعات الأمر، هل هذا هو حق قانوني أو دستوري لأي مواطن بل الرئيس الأمريكي السابق؟ نعم، هذا حق في التعديل الخامس للدستور الأمريكي، وألا يدلي أي مواطن أمريكي عن معلومات قد تؤدي إلى إدانته، وهذا هو حق يمكن لأي مواطن أمريكي أن يحصل عليه. ولكن الشيء الملفت للنظر أنه كان في خطابات سابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان يتحدث في خطابات له يقول أنه إذا كان الشخص بريئا فلماذا يستخدم هذا الحق، ولكن الآن قام باستخدامه. وهذه نقطة تثيرها وسائل الإعلام الأمريكية، لأنه قال هذا في خطاب ومن ثم قام هو بعمل هذا الموضوع بنفسه، وهذه هي نقطة ملفتة للانتباه بالنسبة للإعلام الأمريكي. طيب، ولكن يمكن أن تكون هذه إلى حد ما مقامرة، لأن يعني هذا سوف يؤدي إلى أن الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية هنا في الولايات المتحدة ستقوم بتحقيقات موسعة بشكل أكبر للوصول للمعلومات التي ترغب بالوصول إليها، حتى إذا تم تخطي الرئيس السابق دونالد ترامب وعدم الإمكانية عدم إمكانية الحصول على شهادته، فسوف تقوم بالتحقيقات والحصول على شهادات من موظفين آخرين في مؤسسة ترامب العقارية.